معنا السي عبد اللطيف الحسيني احد المستثمرين في المجال الفلاحي، هو رئيس وحده صناعيه للزيتون في منطقه تمزاز. السي عبد اللطيف تشاركونا بمنتوجات الزيتون ضمن فعاليه مهرجان ربيع تمزاز في الدور الثالثه، ما المميز في هذه الدوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المميز في هذه الدوره هو التعريف بمنتوجات غنية اللي هي غنية في المنطقة، منطقة تملات. الزيتون تعتبر تملات قلب المغرب بالنسبة للزيتون، تمتاز بجودة عالية الزيتون المائدة. احنا هذه هي المشاركة الأولى ديالنا في هذا المعرض، وتنعرفوا بالمنتجات ديالنا، وتيشرفنا نشرفوا منطقة تحت تملات في التضامن. منطقة تملات أصبحت اليوم معقل أو معقل طموح لمجموعة من المستثمرين على المستوى الوطني والدولي، باعتباركم رئيس وحدة إنتاجية، ألا تخافون من المنافسة؟ المنافسة ضرورية وتعطي واحد النفس في الاستمرارية. هي السبب تاع الاستمرارية هو الجودة، خص الواحد يحرص على الجودة، يعني بالجودة تقدر تتخطى كل المصاعب تاع المنافسة. هل المنافسة ما غاديش نهربوا منها. السيد المدير المحترم، بالنسبة لمحطات المغرب الأخضر وثقافة التجميع اللي سيدها أوسط جميع الفلاحين، كيف ترون هذه استراتيجية الجيل الجبلي والمخطط الأخضر؟ والمخطط المغرب الأخضر حتى واحد ما ينكر المميزات ديالو، كاين أغلاط ولكن على كافة إجماليا مخطط اللي فتح آفاق وزاد في الإنتاجية وزاد في المردودية، وغادي نحصلوا على النتائج ديالو واحد العام ولا ثلاث سنين ان شاء الله تبان النتائج ديالو على الصعيد الوطني مزيان. شكرا سي عبد اللطيف.